الايه؟ الواسع. انا بدات بالمفتاح بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده مفتاح العجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بالخير عاجل تنسى به ما قد مضى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. تقولها، تقول المفتاح ده، هذا المفتاح يديك مدخل لمقام العجب بسهولة، سواء في تلاوة القرآن أو الإنشاد أو التواجيه أو أي حاجة. فما نيجي نقرأ القرآن مثلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. النغم مش حتى مع الايه؟ مع الاداء. مثلا هتقول ترتيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سهلة بتاع العجم جدا جدا. حتى في بيجي يغنوا في المواويل وبتاع، يقولوا مثلا ايه؟ يا ورد قول للبلابل، يا ورد قول للبلابل تنشد الاناشيد، دي الدنيا متزينة لابسة جديد في جديد.